اوه ماي جاد، انتوا بجد مش عايزين تعرفوا انا شفت ايه دلوقتي. الميه دي حرفيا حد شارب منها. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. طبعا كلكم دلوقتي مستنيني اقول انا روان داش، لكن لا، النهارده انا مش هكون روان داش، انا هكون المحقق كونان. انتوا بتحبوا جدا جدا سلسله الرخيص ضد الغالي، فالنهارده انا قررت اني هروح لاغلى ضد ارخص فندق في مدينتي وهنقارن ما بينهم. ومش بس كده، هيكون معايا النهارده يا جماعه كشاف مخصص للبقع اللي ما نقدرش نشوفها بعيننا الطبيعيه. عايزه اقول لكم ان فعليا الكشاف ده بيظهر بلاوي، لانه بيخليكم تشوفوا البقع اللي احنا ما نقدرش نشوفها في الطبيعه. فهستخدم معاكم الكشاف ده وهنستكشف بيه ارخص واغلى فندق، وهنشوف لو هنلاقي اي بقعة ولا لا. بالمناسبة انتوا هتتفرجوا على الفيديو ده في اول يوم رمضان، فعايزة اقول لكم رمضان كريم عليكم، وان شاء الله يكون شهر كده حلو وخفيف. ودي تعليقات النهاردة، عايزة اقول لهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن اللي دايما بتكتبه لي. ولو انتوا كمان حابين التعليق بتاعكم يطلع معايا في الفيديو الجاي، كل عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو، سبسكرايب لقناتي، وتكتبوا لي تعليقاتكم كلها تحت في الكومنتس. وبس كده، جه الوقت دلوقتي ان احنا نروح لارخص فندق. سو ليتس جو. اوكي يا جماعه، وصلت على اول فندق، واول فندق هروح له هو الفندق الرخيص. لما كنت بدور على ارخص فندق اتاكدت ان هو يكون اولا ارخص سعر فعلا ما بين كل الاماكن الموجوده، وتاني حاجه ان هو يكون اقل تقييم. وطلع معايا الفندق ده اللي التقييم بتاعه هو 5/10. الليله الواحده في ارخص فندق في المدينه اللي انا فيها هي 158 درهم. اولا كل الاسهم بتاعه النظافه، بتاعه المكان، بتاعه قيمه الفلوس كلها نازله لتحت، ده معناه ان هو سيء جدا. خلوني اقرا لكم شويه من تعليقات الناس اللي اوريدي راحت على الفندق ده وجربته وكتبت ريفيو على الموقع. اول تعليق عندنا من شخص كاتب انه الفندق ما يستاهلش فلوسه، وانه كمان حلو بس في الصور، فالله يستر. تاني شخص كاتب اسوأ فندق مر عليا في حياتي، لم يعجبني شيء اطلاقا ولا انصح فيه ابدا لو كان اخر فندق في العالم. اوكي يا جماعه مش هكدب عليكم، بس بدات اقلق، وخصوصا ان انا لوحدي. فدلوقتي خلونا نطلع ونعمل الاستكشاف بتاعنا في ارخص فندق في مدينتي. سو يلا بينا. اوكي، خدت بطاقه الاوضه وطالعه دلوقتي على الاوضه بتاعتي اللي هي في الطابق الثالث، مع اني عملت ريكوست اني عايزه دور فوق لكن ادوني الطابق الثالث، بس عادي ما علينا. وترى هي دي الاوضه بتاعتي. اوكي خلونا ندخل. او ماي جاد، ضلمه. اوكي يا جماعه، انا حاليا دلوقتي في ارخص فندق وارخص اوضه لقيتها على النت موجوده في مدينتي كلها. لحظه خلوني افتح الستاره علشان تعرفوا تشوفوني. اوكي كده احسن بكتير. خلوني اديكم تور سريع للاوضه لاني فعليا مصدومه صدمه عمري. جايز قبل ما تكملوا الفيديو خلوني اقول لكم بسرعه جدا عن الشاي ده من نيتشرز اون فاكتوري اللي انا فعليا مدمنه عليه اخر فتره. عمركم جربتوا شاي بنكهه الكوكيز؟ جايز انا ماسكه الكوبايه دلوقتي والله العظيم الريحه اللي قاعده بتطلع، ريحه كوكيز يا جماعه، ريحته تجنن وطعمه لسه احلى. ده يا جماعه مش زي اي شاي تاني جربتوه، ده شاي الحنطه السوداء او بالانجليزي اسمه باكويت تي. صحي جدا على فكره لانه بيحتوي على فيتامينات ومعادن كتير، وعلى فكره الشاي ده ما فيهوش اي نسبه كافيين لاي حد ما بيحبش الكافيين، فتقدروا تشربوه بالليل زي ما انا بحب اعمل شخصيا، بشربه قبل النوم. فعليا هتدعوا لي لانه بيساعد على النوم بشكل مش طبيعي. وشايفين البذور اللي جوه دي، تقدروا حرفيا بعد ما تخلصوا الشاي تاكلوها بالمعلقه او تحطوها على توست. اوكي خلوني اجربها معاكم دلوقتي، انا جربتها قبل كده وبصراحه حبيت طعمها. عن نفسي بصراحه ادمنت جدا على الشاي ده، لونه طعمه ريحته كل حاجه فيه تجنن. تقدروا تلاقوا الباكويت تي من نيتشرز اون فاكتوري في اي محلات كارفور في ابو ظبي والشرق ودبي، وكمان هسيب لكم اللينك بتاع الشاي ده تحت في صندوق الوصف. وبس دلوقتي خلونا نرجع للفيديو. اوكي اول حاجه عندنا هو باب الاوضه، طبعا ده الباب اللي انا دخلت منه، فاول ما بتدخلوا هو ده الفيو اللي انتوا بتشوفوه. اولا يا جماعه الارض عباره عن خشب او باركيه، وانا بعشق الارض الخشبيه.
انا بجد مصدومة من شكل الأوضة دي، لانه يعني شكلها نظيف، شكلها حلو بصراحة، يعني اوكي بسيطة بس ما فيش اي حاجة متوسخة، وريحتها كمان حلوة. اللوحة مع السرير شكلهم حلو قوي، خصوصا السرير شكله مريح جدا، بس ده هنرجع له بعدين. والمكان ده فيه هنا عندنا كرسي كده بتقدروا تقعدوا مثلا تعملوا ميك اب او تشربوا شاي، وهنا في الديسك ده والمراية اكيد، وانا هنا عندنا التلفزيون بيجي كده قدام السرير علشان لو نايمين تقدروا تتفرجوا على التلفزيون. تخيلوا اكتشفت ايه دلوقتي، حاطين لي ميه في الاوضه مشروب منها، الميه دي حرفيا حد شارب منها، يعني حتى ما غيروهاش. تخيلوا من الحاجات اللي لاحظتهم اول ما دخلت على الغرفه دي انه ريحتها حلوه، ريحتها نظيفه، تحسوا كده ان هم مثلا لسه مخلصين تنظيف دلوقتي، عارفين ريحه الديتول والمطهرات والمعقمات القويه قوي. كشكل فبصراحه شكل الاوضه من جوه مش وحش اطلاقا، بالعكس يعني حاسه ان شكلها حلو. فكرتني قوي بالفنادق اللي بتبقى في اوروبا، لانه فنادق اوروبا بتكون صغيره وفي نفس الوقت بتكون غاليه جدا. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي مش عجباني لحد دلوقتي هو حجم الاوضه، لانه حجمها صغير جدا، يعني زي ما انتوا شايفين هنا الباب، وهنا بتلاقوا السرير، وهنا مفيش مساحه كتير تمشوا فيها. خلوني دلوقتي اوريكم الفيو، لانه الفيو ما عجبنيش قوي بصراحه، اصلا مفيش فيو، بس المهم خلوني اوريكم الفيو. فعليا يسد النفس، يعني يجيب اكتئاب، يعني الواحد لو صحي كل يوم بص على الفيو ده هيجيله اكتئاب اكيد في اخر الشهر. انا بصراحه اكتئبت من الفيو، فهقفل الستاره احسن. والممر ده هنا عندنا الحمام، وهنا في المرايه العملاقه علشان تصوروا فيها الاوتفيتس بتاعتكم، واعتقد ان المراية دي فيها دولاب. يس اوكي، فهنا في الدولاب، وبعد كده هنا في الحمام. طبعا الحمام حمام عادي جدا زي ما انتم شايفين، يعني عادي نظيف سيمبل. وهنا حاطين كمان لوشن، وحاطين صابون للايد، وحاطين كمان سشوار شعر. لا صراحة الفندق ده يعني صدمني. 12 seconds later. Oh my god. انتوا بجد مش عايزين تعرفوا انا شفت ايه دلوقتي. طبعا مش هوريكم لانه فعليا الموضوع مقزز وانا مش عايزه اقرفكم بصراحه، بس كان في شخص قبلي في الاوضه دي استخدم الحمام من غير ما يستخدم السيفون بتاع الحمام. ما اعتقدش بصراحه ان في اي شخص في العالم بيجي فندق من غير ما يعمل الحركه دي. Oh my god. اعتقد ان انا كسرت ظهري من غير مبالغة يا جماعة، انا فعليا حاسة ان انا نطيت ونزلت وقعت على ظهري كده على صخرة. دي اكتر مرتبة مش مريحة انا قعدت عليها في كل حياتي. ودلوقتي هعمل الحاجة اللي انا اصلا جاية هنا علشان اعملها. هنستكشف مع بعض نظافة الفندق، وهنشوف لو في اي بقع هتطلع معانا بالكشاف. Oh my god شوفوا شكل اسناني. الاول عايزه اوريكم قد ايه اللحاف ده والبطانيه دي نضاف جدا جدا، بس بعيني انا الطبيعيه. اوكي وخلونا نشوف، دي المخده الاولى، بصراحه مش لاقيه فيها اي بقعه، حاسه ان انا عايزه الاقي بقعه بس علشان الاقي بقعه. دي المخده الثانيه، خلونا نشوف المخده الثانيه، برضو ما فيش اي بقعه عليها. اوكي المخدات شكلهم نظيف، فخلونا نشوف اللحاف نظيف ولا لا. اللحاف يا جماعه طلع نظيف، مفيش ولا اي بقعه على اللحاف حرفيا. هشيل اللحاف والملايه وهنشوف تحت الملايه لو في اي بقعه. اوكي في شعره يا جماعه هنا، شعره صغيره. صراحة لحد دلوقتي ما لقيتش اي حاجة شكلها غريب، ولا لقيت اي بقع على المرتبة ولا على السرير. اوكي المرتبة عليها شعر كتير، شوفوا كمان لقيت الشعرتين دول، في برضو هنا شعرة كمان، فالمرتبة عليها شعر كتير بس غير كده نظيفة. اوكي سو السرير طلع نظيف 100%، مفيش اي بقعة ولا على السرير ولا على المرتبة ولا على اي حتة. دي الستارة، خلونا نشوف لو هنلاقي اي بقع عليها. اوكي اعتقد انه الستارة نظيفة ما عليهاش اي حاجة لحد دلوقتي. اوكي لقيت بقعة جديدة، شوف اوه ماي جاد دي مش بقعة واحدة، كمية بقع
عند التلفزيون، شوفوا برضو الحرف بتاع التلفزيون قد ايه كله بقع مش باينة غير بالإضاءة دي. يعني انا مش عارفة ده تقشير من الخشب ولا ده بقع ولا ده ايه بالظبط. اوكي انا مش عارفة ايه الاصوات القاعدة بتحصل دي. دي بقع برضو انا مكنت شايفها خالص في النور. او ماي جاد، شايفين البقع اللي فوق دي على باب الفندق؟ في عندنا الكرسي ده، فخلونا نشوف لو هو نظيف ولا لا. شوفوا النظافة جايز، مفيش اي بقعة خالص على الكرسي لحد دلوقتي. هنا الايد بتاعة الكرسي برضو مفيش اي بقعة. اوكي دي الايد التانية. اوكي لحظة، في بقعة في بقعة. شوفوا البقعة دي يا جماعة، بجد استحالة تشوفوها بعينكم الطبيعية، بس بتبان تحت الضوء ده. اوكي ده الجزء اللي انا خايفة منه اكتر حاجة لانه ضلمة، واللي هو الحمام، بس هحاول استكشفه بسرعة. سو اول حاجة هنا عندنا التويلت نفسه مفيش اي حاجة عليه. اوكي برضو هنا تحس ان هو معليهوش اي حاجة. دي الفوطة بتاعت الحمام. اوكي الفوطة شكلها نظيف، حتى الفوق دول مفيش اي حاجة. اوكي خلينا نشوف البانيو. اوكي اعتقد انه الحمام نظيف يا جماعة. اوكي اعتقد ان احنا كده نكون خلصنا كل حاجة في الفندق الرخيص. زي ما شفتوا ما كانش متوسخ قوي، اتوقعت ان هو يكون اسوأ من كده بمليون الف مرة، بس طلع كده يعني اللي هو في النص. فاول فندق انا بالنسبة لي هديله 2 من 10. ودلوقتي هلم كل شنطي وكل حاجاتي وهنروح مع بعض على اغلى فندق في مدينتي. So let's go. اوكي جايز، وصلت على اغلى فندق في مدينتي واللي هو فندق قصر الامارات. وصلنا لأغلى فندق. ليلة واحدة في الفندق ده بتكلفكم أقل حاجة 2000 درهم من غير التاكس ولا الضريبة ولا أي حاجة. فخلونا مع بعض دلوقتي نروح نعمل تشيك إن وندخل وأوريكم الأوضة. So let's go. من كتر ما الفندق راقي، الساعة بتاعتهم رولكس يا جماعة، تخيلوا. وشي قد ايه انا مغرومة بالفندق ده. طبعا حاليا انا واقفة قدام الاوضة بتاعتي، فخلوني اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي يا جماعة، لاني فعلا انغرمت. هي دي الغرفة بتاعتي، وهنا في عندنا كده زي كوريدور كله اوض من هنا. وعلى فكرة هو ده مفتاح الاوضة، يعني شوفوا عامل زي كده حاجة من الذهب. ونعمل كده ونفتح. اول ما بتدخلوا هنا بيكون الباب، وبعد كده بتبصوا هنا بتلاقوا ترى المراية العملاقة دي. اعتقد دلوقتي بقيتوا عارفين انا قد ايه بحب المرايات. بعد كده بتبصوا هنا وبيكون عندكم الغرفة بالكامل. جايز عايزة اوريكم اكتر حاجة انغرمت فيها، الحمام. انا بالنسبة لي بقدر احدد الفندق ده فخم ولا لا من الحمام، وبصراحة الحمام ده فخم جدا. وفي هنا حاطين كمان الكريم ده، وحاطين كمان الدرج ده، كله مليان حاجات. عارفين ايه احلى حاجة بجد في الموضوع؟ ان هم حرفيا حاطين لنا طبق من الفواكه ببلاش. الاماكن الراقية دايما بحس ان هي بتهتم باقل التفاصيل. انا بصراحة كنت جعانة اول ما جيت، وكان في فواكه اكتر من كده بكتير، بس انا اكلت كتير قوي منهم. بصراحة بالنسبة لي الاوضة ولا غلطة، يعني حبيت كل حاجة فيها، حبيت الالوان، حبيت الديكور، حبيت الاضاءة، حبيت السرير. ده ممكن يكون اريح وانعم سرير مسكته في حياتي. طبعا انتوا عارفين هنعمل ايه دلوقتي.
فعليا حاسه ان انا نطيت على سحابه. السرير ده مريح بشكل مش طبيعي بصراحه، ما يجيش ولا اي حاجه جنب السرير التاني. هنا في القعده الصغيره دي اللي ممكن تقعدوا هنا تفطروا او تشربوا شاي، وبعد كده في هنا اعتقد ده سانيتايزر. يعني شوفوا ازاي بجد مهتمين بكل التفاصيل. وهنا حاطين لكم الفيس ماسكس طبعا لانه مهمه جدا للوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وعلى فكره ورا الستاره دي في بلكونه عملاقه، خلوني اوريكم. كده مليون في المية اني مش هلاقي اي حاجة ولا اي بقعة في الفندق ده. ده فندق يا جماعة من اكتر الفنادق الراقية جدا جدا في المدينة دي، فانا عارفة اوريدي اني مش هلاقي اي حاجة، لكن برضو خلونا نشوف. كيف هبدأ الاول على السرير. اوكي خلونا نروح للناحية التانية من السرير، نفس الحاجة، مفيش اي حاجة شكلها غريب ولا اي شعر ولا اي بقعة. يا جماعة بجد مش معقول، يعني حتى الباب نظيف. الباب بيلمع بجد، شايفين النظافة ازاي؟ ولا اي بقعة. دلوقتي خلونا نستكشف الحمام. ما عنديش شك خالص بصراحة ان الحمام هيبقى نظيف، فعلا مفيش ولا اي بقعة، كل حاجة نظيفة. اوكي وده الشاور. برضو الشاور ما فيهوش ولا اي بقعة. دلوقتي يا جماعة جه الوقت ان انا اقيم الفندق الرخيص ضد الفندق الغالي واختار ما بينهم. كل صراحة انا مش حاسة ان ده اصلا المفروض يكون سؤال. طبعا طبعا حبيت اكتر الفندق الغالي اللي هو الفندق اللي انا فيه دلوقتي، مش لان هو غالي على فكرة ابدا. كتير زمان كنت بقعد في فنادق غالية بس بحس ان هي مش حلوة او ما تستحقش الفلوس، لكن الفندق ده فعلا خطف قلبي، يعني سرق قلبي قد ما هو حلو ومريح وفي كل حاجة. دلوقتي جه الدور عليكم انتوا انكم تكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا اي فندق حبيته اكتر. اكتبوا رايكم تحت في الكومنتس واعملوا لايك على الفيديو ده، وكمان سبسكرايب في قناتي علشان تشوفوا فيديوهات اكتر مني. ودلوقتي عايزه اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.